بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، أسعد الله مساكم بكل خير. مشاهدي قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لأحداثنا التراثية، متواصلين وفي هذا المساء الرائع كما شاهدنا أول أشواط هذا المساء بسيطرة هجن الرياسة من خلال تواجد الشاهينية اللي ضمرها راشد بن محمد بن سم المنصوري اللي خدت المركز الأول، وبتواجد سرابة لهجن الرياسة برفقة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. تهانينا والناموس لهجن الرياسة على هذا التألق الكبير، على البركة. ينطلق ثاني أشواطي هذا المساء وشوطنا الثاني الخاص بالأبكار الثنايا المهجنات الأصايل، 8 كيلومترات هي مسافتنا المقررة، ومباشرة نسير إلى الصدارة إلى مقدمة هذا الشوط. مشاهدينا الأعزاء، متابعين الكرام، الشاهينية من تأتي على الصدارة على المركز الأول من هجن الرياسة، ليتواجد راشد بن محمد بالسم المنصوري مضمرا ومقدما لهذا الاسم المنطلق على صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني الوصول في ثاني المراكز ايضا من شعار هجن الرياسة، والمنطلق على مسار المركز الثاني ليتواجد البارع هنا مقدما هذا الاسم ومنطلقا. مشاهدينا الاعزاء، متابعين الكرام، مع ايضا شديدة لهجن الرياسة عيسى بن احمد بن مايد الخيلي ضمرها، بينما نقلتنا مباشرة الى المركز الثالث ليجد هناك عالية لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف ال نهيان الصادق فضل الامين في عملية التضمير والتدريب. انتقل بحضراتكم مباشرة الى المركز الرابع ليجد هنا الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مبارك بن محمد بن عيسى المطيعي، من يتواجد في رابع المراكز يقود هذا الاسم وينطلق مع الظبي بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. نقلتنا مباشرة هنا الى المركز الخامس ليجد الغزي وصلت بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير، هي من تأتي على المركز الخامس. انتقل مباشرة هنا الى سادس المراكز ليجد نشوة وصلت في هذه اللحظات من هجن الرياسة البارع عيسى بن احمد بن ماي الخيالي، من يقدم نشوة في هذا الانطلاق الرائع والجميل على المركز السادس. نقلتنا مباشرة الى هملولة سمو الشيخ محمد بن المربع مكتوم المكتوم سعيد بن سالم الينيبي ابو احمد، من يقدم هذه الانطلاقة، من يسير مع هذا الاسم، من يندفع مع هملولة هنا في هذا الشوط اول اشواط الابكار المهجنات الاصايل. ولكن الوصول مناورة وصلت واقتبست من سلالة مناور بالفعل لسمو الشيخ سيب خليفة بن سيف النهيان سعيد بن مبارك الوهيبي، وصل في هذه اللحظات وتدخل مع هذا الاسم. ولكن جلمودة القادمة بشعار هجن الرياسة ليتواجد احد الخبراء ايضا صالح بن سعيد بن العري المري في عملية التضمير والتدريب. بينما هنا هي من تأتي على المركز التاسع. مشاهدينا الأعزاء، متابعين الكرام، هذه هي النتيجة، هذه هي الأسماء المتقدمة في هذا الشوط، العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة الشوط. الشاهينية من تأتي على المركز الأول ليتواجد هنا راشد بن محمد بن سم المنصوري، يقدم هذا الشعار الغالي، يقدم هذا الانطلاق الكبير، يقدم هذا الاندفاع الكبير مع الشعار الأحمر الذي طرز ايضا بالخط الذهبي، ودائما ابو ذياب يطمح الى الذهب والفوز والانتصارات من خلال هذه النوعيات الرائعة. من تاتي شاهينية على صدارة على المركز الاول من هجن الرياسة يتواجد ابو ذياب راشد بن محمد بن سم المنصوري، يسير على صدارة يقدم هذه النوعيات الرائعة والجميلة. المركز الثاني وصلت الغزيل، وصلت الغزيل هنا مع انتصاف المسافة. مشاهدة
مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ليتواجد طارش بن مبارك بالقوبة ايضا يتواجد ليقدم هذا الانطلاق ليندفع هنا ويغير الى صدارة الشوط. بينما القادمة نشوى وصلت بشعار هجن الرياسة ليتواجد البارع عيسى بن احمد بن مايد الخيلي ليصل الى المركز الثالث ويندفع هنا من خلال هذا ايضا الاداء الراقي والنجومية الكبيرة بشعار هجن الرياسة. وصلت نشوة يا سلام يا البارع قدم شديدة وانطلق بنشوة ورقتين بالفعل رابحتين مع شعار هجن الرياسة ليتواجد عيسى بن احمد بن مايد الخيلي لينطلق هنا على مستوى المركز الثاني والثالث مع انتصاف المسافة. ولكن انا بدوري اخذ المركز الخامس في هذه اللحظات ليجد عالية لسمو الشيخ الهيان بن دياب السيف آل هيان صادق فضل الأمين. يلا يا الصادق روح مع الصدارة روح مع الانطلاق أيضا الأول يأتي فيها الفايف ستار لينطلق ويقدم عالية أحد أيضا الأسماء القوية والعملاقة أيضا العيناوية بالفعل بنجمتها العيناوية التي تأتي بكل ما هو جديد. وصلت هملولة انطلقت هملولة في هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن المربى مكتوم المكتوم سعيد بن سالم الينيبي يقدم هذه الانطلاقة يندفع مع هذا الشعار. بينما المركز السابع الوصول في هذه اللحظات من مناورة لسمو الشيخ سيف خليفة بن سيف الهيان سعيد بن مبارك الوهيبي يضمرها. وصلت جلمودة انطلقت جلمودة لهجن الرياسة وصالح بن سعيد بالعري المري في عملية التضمير والتدريب. الوصول من الاسم القادم الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتواجد مبارك بن محمد بن عيسى المطيعي في عملية التضمير. جسر العبور بدأنا نعبر مع هذا الجسر بدأنا ننطلق مع هذا الجسر ولكن الغزيل الغزيل على الصدارة الغزيل راعة الثيل يوم كراسي الريس مكتظة باية الناموس مجيل أيضا من خلال هذا التواجد وهذا المضمر مضمر الشرق الأوسط يتواجد طارش بن مبارك بالقوبة على سوري. الله 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 الغزيل تحمل شعار غالي بالفعل شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم لتتواجد. ولكن الله أسد الوثبة ما يطيع بدأ يغير هنا المستحيل بدأ يسير المستحيل كما عودنا دائما وأبدا بالانطلاق القوي والتحدي المثير. الشاهينية غيرت الشاهينية انطلقت باللون الأحمر هنا يسير مع هجن الرياسة لينطلق المستحيل. ايضا اشهر المضمرين في منطقة الخليج بوديام يتواجد ايضا بخبرته الكبيرة مع هذا ايضا الشعار الكبير مؤسسة هجن الرياسة احد المؤسسات الرائدة في عالم سباقات الهجن من خلال الانجازات الكبيرة والدعم الكبير ايضا بالتسعيرات التي تضعها في ايضا الدولة هنا من خلال الدعم الكبير. شكرا لهذه المؤسسة العملية مؤسسة هجن الرياسة على الدعم الكبير وتأتي بهذه النوعيات النادرة من خلال هذه الانطلاقات الكبيرة. هنا ايضا الشاهينية لهجن الرياسة المنعطف الاخير ايضا هنا هذا هو المنعطف الاخير ولكن كما عودنا ابو دياب دائما وابدا بالانطلاق المثير يأتي هنا المستحيل ليقدم هذا الاسم الشاهينية على الصدارة على المركز الأول لهجن الرياسة ليتواجد راشد بن محمد بسم المنصوري الغزيل من تأتي في المركز الثاني بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبة يضمرها. بينما هنا القادمة شديدة وصلت شديدة لأن وصلنا وين وصلنا موقع الشدة وصلنا موقع أيضا القوة والإثارة من خلال هذه الاندفاعات الكبيرة. أسير إلى الصدارة أعود إلى المركز الأول ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الجميل والمميز هنا مع الشاهينية من هجن الرياسة راشد بن محمد بسم المصوري. بدأنا أيضا ندخل أجواء الكيلو الخطير أجواء الكيلو الأحمر بالفعل. إذا هجن الرياسة طنطر
المنطلق في هذا الكيلو كما عودتنا دائما وابدا في كافة الاعمار ايضا. هنا تاتي مع سن الثنايا، انطلقت الشاهينية ليندفع المستحيل ويقدم هذا الاسم على المركز الاول. الله 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 الله، ما شاء الله تبارك الله، وصلت نشوة، انطلقت نشوة على المركز الثاني لهجن الرياسة بارع المضمرين عيسى بن احمد بن ماهد الخيلي، ولكن العودة الى صدارة، العودة الى المركز الاول، العودة الى مقدمة هذا الشوط، العودة الى الصدارة ايضا مع هذا الشعار الذي دائما وابدا عودنا بالفوز والانتصار. انه شعار هجن الرياسة، انه الشعار الاحمر، شعار الانجازات، شعار الذهب من ياتي مع الخمسمائة متر الاخيرة. انها الشاهينية يقدمها المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري كما قدم الشاهينية في اول اشواط الابكار الثنايا المحلية الأصائل. هذا هو أبو دياب يعيد السيناريو مرة أخرى لينطلق مع هذا الفوز ومع هذا الانتصار كما عودتنا هجن الرياسة. تهانينا من الأعماق نزفها إلى هذه المؤسسة العملاقة، مؤسسة هجن الرياسة بالفوز والانتصار. تهانينا أيضا لأحد الأبطال المضمرين راشد بن محمد بسم المنصوري. أبو دياب من يقدم هذا الاسم المضمر المستحيل الذي عرفته ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة. هذه هي الشاهينية تصل بحفظ من الله ورعايته ليحتضن أيضا خط النهاية هذا الشعار. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت في نشوة من هجن الرياسة، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث أيضا الوصول من هملولة سمو الشيخ محمد بن مروان مكتوم المكتوم. المركز الرابع نشوة من هجن الرياسة، والمركز الخامس كانت وصلت مناورة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف الهيان برفقة سعيد بن مبارك الوهيبي. هذه هي النتيجة، هذه هي الأسماء. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، لنا عودة إلى التوقيت الزمني، لنا عودة هنا مع أيضا هذا الانطلاق الكبير والتحدي المثير من خلال تواجد الشاهينية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لهجن الرياسة. هنا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، لحظات وصول أيضا الشاهينية واندفاعها بهذا الملخص الذي يأتي به مخرجنا بعد نهاية كل شوط. لحظات الوصول لتسجل الشاهينية. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، التوقيت الافضل 12 دقيقة 50 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. هنا هجن الرياسة، هنا المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. لك التحية يا ابو دياب على هذا الاداء الرائع والجميل. هنا في المركز الثاني وصلت نشوة من هجن الرياسة، يضمر نشوة عيسى بن احمد بن مايد الخيلي. 13 دقيقة 4 ثواني جزئيني من الثانية، تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث كانت هملولة سمو الشيخ محمد بن المربى مكتوم المكتوم. سعيد بن سالم الينيبي من قدم لنا هذا الاسم ب 13 دقيقة 7 ثواني، وفاء وتماما وكمالا. إذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هكذا كانت أول أشواط هذا المساء. بداية الجولة الأولى شاهدنا تألق هجن الرياسة.